الإطار مشاكل الموجودة الآن والخلافات اللي موجود أو الاختلاف البسيط اللي موجود ده لا يرتقي إلى ما موجود داخل بيت السنة والبيت الكردي. اليوم لربما نذهب إلى حكومة خلال هذا الأسبوع أو حكومة غير مكتملة ب15 وزارة، والوزارات الأخرى للأخوة الباقين الأخوة الكرد والسنة ما مكتملة الأخوة الكرد. هم يقولون العكس بالمناسبة. لا احنا ما لنا علاقة العكس. هو زين إذا هو عنده 6 وزارات والكرد عندهم 4 وزارات، هاي 10، زين ال 15 منين جتي؟ غير واحد يحسبها شكل. ما هي استونا كنا لا احنا بالنسبة الداخلية انحسمت؟ يا أخوي والله انحسمت. التربية انحسمت؟ كلها انحسمت. وزارات الإطار والمكون الشيعي انحسمن، ما عندنا مشكلة بهن، محسومات. أنا أقول لك أخذها من عندي محسومات. يوم يقولون محسومات. لا محسومات. إحنا هسه بالنسبة لنا نحتاج إلى أن يكون هنالك فسحة من الوقت للأخوة أو للشركاء السياسيين، حتى السيد محمد الشيعي السودان ما يدخل ب 15، يدخل ب 17، يدخل بإيش، تكون حكومة قوية.